بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاك فانوس رمضان بطريقة سهلة وبسيطة خالص. الخامات اللي معايا ورق اعمال ومعايا مقص ومعايا خيط. اول حاجة في ورق الاعمال معايا حوالي 12 ورقة. لو انت عايزاها بالحجم الكبير هتخليه بالشكل ورقة الاعمال بحجمها الطبيعي المستطيل ده. لو انت عايزاه يكون متوسط الحجم هنمسك اول حاجة هنطبق الورق بالشكل ده كده هطبق الجنبين على بعض نضغطهم جامد وبعدين نقصهم وبعدين نبدأ نقصهم ايه بالمقص كده. انا كده قطعتهم بالمقص بالشكل ده كده بقى كل 12 جزء منهم مع بعض. هجيب الشكل ده واطبقه كده خليهم مع بعض كده نخليهم على شكل مستطيل. ادي الجزء الاول وهجيب الجزء الثاني برضو اطبقه كده. اهم حاجه تكونوا بس نسوي بعض كده. عندي جزئين احاول بس اجيب اي حاجه واضغط عليهم كده جامد من الجانب اللي هو ايه طبقته. بعد ما طبقتهم بالشكل ده كده هجيب الخيط بتاعي تمام اي خيط عندك ادي بقى عندي الخيط. هجيب نص الورق كده وعدي الخيط في النص كده وبرضو اعديه في النص التاني تمام بحيث يربط لي الجزئين مع بعض كده. يعني كده هيبقى رابطهم مع بعض بالشكل ده كده تمام كده. انا كده ربطتهم بالشكل ده كده. هبدأ بقى بعد كده اقص ده ثلاث اجزاء يعني مثلا اخلي الجزء مثلا اللي فوق ده خليه مثلا 7 سنتي نخليه 8 سنتي نخلي الجزء ده 8 سنتي واللي في النص مثلا يكون 10 واللي تحت يكون 7 8 سنتي زي اللي فوق يبقى 8 10 8 ماشي. واقص جيب المقص. عملت 3 اجزاء اول جزء 8 سنتي وبعدين 10 وبعدين 8. هبدأ بقى اقص من هنا يعني الطرفين مع بعض يعني من هنا ومن هنا تمام. هقص من هنا 8 هجيب كله مع بعض كده واقصها 8 سنتي. انا قطعت اول جزء اهو بالشكل ده تمام اول جزء تمام. هقطع بقى الجزء التاني ده القطعة اللي تحت دي هتبقى قد اللي فوق وفي النص هتبقى على شكل مستطيل يعني اعرض شوية من المربع. طبعا بقى عندي 3 اجزاء هم متقطعين بالشكل ده كده. هجيب الجنب التاني واقصهم بالظبط زي بالظبط نفس قصاد كل واحد هقطع التاني. خلاص انا كده قطعتهم من هنا بالشكل ده وقطعت من هنا بالشكل المستطيل بالشكل ده ومن تحت برضو يبقى اللي فوق واللي تحت قد بعض واللي في النص بيكون مساحته طوله بيكون اطول شوية يعني مثلا 6 8 6 تمام. بعد كده هبدأ انا كده خلصتها وربطتهم ببعض وقطعتهم 3 اجزاء الجزء اللي فوق مربع واللي في النص مستطيل ومربع. بعد كده هجيب كل مربع من اللي فوق هعمله على شكل مثلث بالشكل ده كده واللي في النص هعمله على شكل مستطيل اطبقه على شكل مستطيل واجيب الجزء اللي تحت برضه كده هجيبه من النص اطبقه على الزاويه دي ويبقى شكله ايه مستطيل تمام. يبقى اللي في النص هعمل مستطيل ودي مثلث ودي مثلث واطبق برضه الجزء الثاني الناحيه الثانيه دي بالشكل ده كده
على اخر القطع بتاعي اوديه عليه بالظبط. تمام، واجيب دي برضو كده المستطيل بتاعي برضو، وبعدين دي مثلث اهي، مثلث بالشكل ده كده. تمام، يبقى دي مثلث ودي مثلث. تمام، اجي قلبه الناحيه التانية واعملهم برضو مثلثات، دي برضو انا كده خلاص طبقته بالشكل ده كده، هيبقى عندي بالشكل اللي انا انتوا شايفينه ده. هبدا بقى افتح كل المثلثات ديت اللي عندي، هجيب ايه، هعمل ايه، هبدا من تحت كده، كل ورقه مثلث هفتحها لوحدها بالشكل ده كده. تمام كده لحد لما افردهم واعمل القاعده بتاعت الايه الفانوس بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. كل ما افتح المثلثات دي واخلي كل مثلث لوحده كل ما هيفرد معايا اكتر. تمام بالشكل ده كده كده معايا كده. برضو هجيب برضو افتح، اهم حاجه بس في الاول وانت بتطبقي فيه تضغطي عليه جامد الزوايا بتاعته دي. هفتحه كله كده بالشكل ده زي ما انت شايفين. انا كده فردت الفانوس من تحت، هبدا بقى اجيب الجزء ده بحيث اقفلهم الطرفين دول كده بالشكل، هحاول بس اقفلهم الزقهم، وبرده من هنا انا كده خلصت القاعده بتاعت الفانوس. هبدا بقى افرد برده المثلثات اللي فوق والمستطيلات اللي تحت بنفس الطريقه، بطلع ده كده وده كده، كل ورقه اخليها لوحدها افردها واوريها لكم. انا كمان فردت، بعد ما فردت القاعده بتاعت الفانوس فردت اللي فوق اللي هو الجزء اللي في النص اللي هو المستطيل. تمام، باقي لي بس الجزء اللي فوق، هبدا برضو افرده زي ما فردت الجزء اللي تحت بالشكل ده كده، بسيط خالص وسهل وسريع جدا. نكمله وارهم. انا كده خلاص خلصت الفانوس بالشكل ده، بشكل بسيط وسهل خالص، ورق الاعمال هحط له بقى الايد بتاعته. تمام كده، ادي ابزاله بقى بطريقة بسيطة خالص وسهلة، وان شاء الله هبقى اعمل لكم كمان اشكال تانية سهلة، سواء كان بالفوم او بالكرتون، بس جربوا ده ان شاء الله يعجبكم ويبقى سهل عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.